نظم مركز الطب الطبيعي والتاهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحه بحي العجوز بالتعاون مع وزاره التعاون الدولي شهد مراسم تسليم الاطراف الصناعيه لعدد من مصابي الالغام ومخلفات الحروب السابقه من ابناء محافظه مطروح ياتي ذلك في اطار برنامج التاهيل الجسدي والنفسي لضحايا الالغام واعاده دمجهم داخل المجتمع نظم مركز الطب الطبيعي والتاهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحه بالعجوزه وبالتعاون مع وزاره التعاون الدولي مراسم تسليم الاطراف الصناعيه لعدد من مصابي الالغام ومخلفات الحروب السابقه من ابناء محافظه مرسى مطروح بدات المراسم بكلمه الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي اشارت فيها الى جهود مصر الرائده في مجال ازاله الالغام ومخلفات الحروب السابقه وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والامم المتحده حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعه من المناطق المتضرره بمناطق الساحل الشمالي الغربي مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيرا الى ان للمركز خبره كبيره في تقديم الرعايه المتكامله للمصابين وفقا لبرنامج للعلاج والتاهيل كما شملت المراسم جوله تفقديه لعدد من الاقسام بمركز الطب الطبيعي والتاهيلي وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الاطراف الصناعيه داخل المركز والذي يضم خطوط انتاج متطوره تضاهي كبرى الصروح الطبيه العالميه المماثله حضر مراسم التسليم عدد من قاده القوات المسلحه ومسؤول وزاره التعاون الدولي